لمين مامي جابت أحلى قصة؟ الأميرة الحلوة. ورا هالفستان الحلو في قصة مش حلوة، قصة بشعة كتير لطفلة صغيرة. 218 مليون طفل بالعالم بيروحوا على العمل كل يوم بدل التعليم، أعمارهم بين 5 سنين و 14 سنة. مش قلتلك ليك مرة كان في تاريخ الفستان؟ الست اللي هي كانت في الفستان اللي بنتها. هات البنس هلا يا ده، هات البنس العادة يا ابن طفل من أصل خمسة بيتقاضى أجر بالعالم، يعني البقية عم يشتغلوا بعبودية. 120 مليون منهم عم يشتغلوا بمجالات وظروف خطيرة جدا. 13 مليون طفل راحوا ضحية الإتجار بالبشر. 22 ألف بيموتوا سنويا خلال العمل. صار وقت نلاقي حل، سوا منرجعهم على التعليم، معا لوضع قانون بيجرم عمالة الأطفال واستغلالهم. للتبرع فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك.